كيف بتشوفي اليوم انت شخصيا وضعك كامرأة في المجتمع المصري؟ شو اللي بتحسي انه بتفتقري اليه؟ انا شخصيا انا كنيلي كريم؟ اي لا انا منصوره طبعا كشخصيه كفنانه طبعا اذا بتنظري للمراه المصريه اليوم. المراه المصريه بص اكيد عندنا في مشاكل مثلا قانونيه، حاجات مثلا في تفاصيل كتيره قوي عايزه تتظبط، دي انا بقول لك من ناحيه قانونيه. لكن انا لو هكلمك على الست المصريه، الست المصريه قويه، الست المصرية قوية لأن هي عمود البيت. هي اللي بتشقى حتى لو راجل بيشتغل مثلا، بس الست بتعمل كل حاجة ممكنة إن ولادها يدخلوا مدرسة كويسة، يلبسوا لبس كويس. هي اللي بتبقى شايلة هم بنتها تتجوز، ابنها يخطب. هي أساس، هي عمود بس البيت. هي كسيدة قوية، بس قد ايه المجتمع داعمها؟ قد ايه الحقوق داعمينا؟ هل في لا دي حاجه، ما انا ده اللي انا بقول لك عليه، بقول لك بالنسبه للقانون سيبه على جنب، لان طبعا في تفاصيل كتيره قوي بعد. انا مش هعرف اتكلم فيها لان انا مش شخص قانوني. لكن لو هنفصص حاجات طبعا في حاجات، في اشياء بتزعجك، في افلام حتى اتعملت يعني مثلا الشقه من حق الزوجه، في مدام فاتن حمامه كانت اتعملت افلام كتيره قوي اللي هو اريد حلا، كان في فيلم موجود. في اشياء بتزعجك اللي بتقولي ليه بعدها موجوده للمراه؟ ليه المراه لازم تعاني منها لانه كونها امراه؟ اذا كانت نتيجه تقاليد او قانون. بص هو على فكره الست بتعاني مش في الوطن العربي بس. ليه؟ الومن رايتس موجوده في كل حته في العالم، يعني انت فاهم؟ ما هو في امريكا عندك الومن رايتس، اكيد لو الست والراجل كانوا على نفس المستوى ما كانوش عملوا الومن رايتس. فهي بس في اختلاف، لنكون واقعيين في اختلاف. اذا بتطلعي لاوروبا وامريكا، مش لانه اوروبا وامريكا افضل او اسوء، بس حسب الاحصائيات او معايير معينه، اذا بتطلعي على المساواه بين الرجل والمراه، العالم العربي المساواه بين الرجل والمراه ربما بالمراتب الاخيره مقارنه باوروبا او بامريكا، حتى دون التعميم، في تونس المراه ماخذه حقوقها بطريقه يعني عاليه جدا. صح، ولكن في بعض التحديات ما بتزعجك كامراه؟ لا يعني في حاجات بتزعجني طبعا، بس مثلاً خلي بالك مثلا شو؟ يعني انا بقول مهم جدا التعليم للولد زي الولد البنت بالظبط، عشان تعرف حقوقها، ولو حقوقها مش موجوده تحارب عشانها، يعني تعرف تجيب حقها.